هو في الحقيقة أنا حشمان أن نرد على السيد الوزير، لأنه ما بغيناش يبقى نرد عليه ونرد عليه عن طريق الصحافة. كشي طلبت له رونديفو باش نجلسوا ونتكلموا بصدر رحب ونهضروا مع بعضياتنا. هو كيف قلتي أنه قال لك ما كيعرفنيش، كيعرف غير سعيد ناصري الوداد سينو مال. أنا كنت من أصحاب طوطو غيعرفني أنا طوطو بقي صغير يلاه بدا داك العام داكشي ما عرفش. أولا سعيد ناصري خصني واحد الكلمة بغيت نقولها للسيد الوزير قبل ما نبدا ونقول لكم أنتم واحد الكلمة قالتها سيغولين غويال ملي كانت تدير الحملة الانتخابية ديال الرئاسة ديالها في فرنسا، يعني في ديك فاش كانت تتوجد سميتو لا كومبان سميتو بريزيدونسييل، وكانت دخلت في الرئيس اللي كان قبل منا وهضرت على سكون ابيل لا كولير سين او لا لي كولير سين اللي هما يعني بغينا نقولوا الغضبه البريئه. وهذه هي اللي بغيت، ماشي غير السيد الوزير، بغيت السيد الوزير وبغيت المسؤولين كلهم ديال المغرب مني كنهضروا ولا كنغضبوا ولا كنتقلقوا عليهم، راه ماشي حيت ما تنبغيوهمش ولا حيت كنكرهوهم ولا حيت كاين شي حقد ولا شي حاجه، بالعكس كاين الاحترام التام، لان الاختيار ديالهم ما كانش اختيار، الاختيار ديالهم كان من 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 اعظم انسان اللي كنحبوه وتنقدروه اللي هو صاحب الجلاله، وكذلك الثقه اللي موضوعه فيهم من طرف صاحب الجلاله كبيره، والثقه ديالنا حنا فكاين واحد الاحترام كبير وكاين واحد التقدير. هذا حنا عارفين الحد والخطوط اللي خصها تكون ديال الادب والاخلاق. انا الحمد لله من الناس، وحنا الشرف الناصرين كديرين، يعني ما تنقدروا ديما الانسان اللي تيكون مسؤول علينا ولا هذا، ولكن في بعض الاحيان هذه الغضبه البريئه اللي تنقول انك كتبغي شي حاجه تكون مزيانه كيبقى فيك الحال. فمثلا نعطيك انا مثال، نعطيك مثال اسمى في البلد، واللي هو مثلا ملي كنقولوا راه سيدنا غضب على شي حاجه، واش كيغضب على شي حاجه اللي راه كيغضب بحال اللي كيغضب على ولادو، كيبغي البلاد تكون احسن بلاد، ملي كيدير واحد المشروع وداك المشروع تيشوفو ما تصوبش في وقته ولا ما دارش فتيبقى كيتقلق. ولكن واش كيتقلق حيت هو عنده مصلحه شخصيه؟ لا، حيت عنده مصلحه بلاده وشعبه، بغى البلاد تكون احسن، بغى داك المكان يكون احسن. هذه هي الغيره اللي عندنا حنا. فانا ملي كنتقلق على مسؤول تنقول هذا التلفزيون وكذا، لانني ما كرهتش انا التلفزيون ديالنا يكون احسن تلفزيون، المسلسلات ديالنا تكون احسن مسلسلات، لان هذا الشيء هو اللي غيبيعنا للخارج باش نقدروا ندخلوا الدوفيز عن طريق الصناعه الثقافيه اللي كيهضر عليها السيد الوزير. انك ملي كتقول مثلا انا بغيت وزاره الثقافه الوزاره الوصيه عليا تكون احسن وزاره، يعني نهار جا سي بن سعيد ابو سعيد مني جا كوزير انا فرحت، انا من الاولين اللي قالوا لي هنيئا لك. علاش؟ لان شاب منتج كيفهم السينما كيفهم التلفزيون قريب لينا، كذلك دار واحد سياسه زوينه انه جاب واحد شباب اللي هما مقرب لينا حتى هما اللي كانت حاوروا معاهم داكشي في الاول. لكن من بعد كتلقى بان هادشي كله هو بحال تيبان لك، تخيل انه راه سينما، يعني ما كاينش واحد الحوايج اللي يعني مني درت على قضيه ديال طلبنا الرونديفو. انا اولا ما طلبتش الرونديفو، كان جاوبو على حساب الكلام اللي قال. انا ما قلتلوش بغيت رونديفو باش يعطيني الفلوس ولا باش، لانه هو ما عنده ما يعطيني بعدا، ان احنا هذاك الدعم الوزاري فهو دعم اللي هو مشرع، لان القانون والدستور هو اللي تيعطيه لينا حسب الرؤيه السديده ديال صاحب الجلاله، لانه سيدنا تعرف بان الحضاره ديال المغرب مبنيه على الفنان. انا يكفيني ان ما يعرفنيش هو ولا ما عرفش، يكفيني ان سيدنا الله ينصرك يعرفني واعطاني وسام، فهذه ديال المعرفه الكبيره الحمد لله. والحمد لله ان ورغم ان الفيلم ديالي هو اللي عطى لي الفيزا، يعني شاف الفيلم قبل من الناس كلهم. فاللي بغيت نوصل سي بوسعيد هو ان احنا مع كامل الاحترام ديالنا والتقدير ديالنا احنا راه بغينا غير الخير للبلاد، احنا ماشي الغرض ديالي هو اننا نتعاكسوا معك ولا تعطيني انا الفلوس، هذه القضيه ديال عطيته هذه خصها تحيد. ثانيا انا ما عمرني ما خديت شي دعم من عند الوزاره قبل، يلا شي مره ولا جوج في هذا الاطار ديال هذه السنين اللي دازت، وحده وماشي تعطات لي تعطى هذوك المشاريع اللي كتعطاهم ماشي لسعيد الناصري، هذاك مشروع تنحطوه يا اما يكون مشروع غنائي او مشروع مسرحي ولا هو اللي كيتعطاه الدعم، وعن طريق واحد اللجنه وعن طريق واحد الدراسه وعاد كيعطوك. انا ملي كيكون شي وزير تيقول لك وراه عطيت لفلان او عطيت لهذا كضرني خاطري، لانه واش كتجبدو من جيبك ولا كتجيبو من دارك؟ هذوك فلوس ديال الشعب، فلوس ديال الشعب وانت مسؤول على التدبير ديالهم بواحد الطريقه جميله ومقاده وتكون يعني تكون فيها واحد العداله، اللي ماشي واحد نعطيه واحد ما نعطيهوش، واحد نقولوا لا ما كنشوفوش المشروع كنشوفوش اشخاص، حنا كنشوفو اشخاص كيستافدوا،
بحال في التلفزيون مثلا كنشوفوا شركات هي اللي كتستافد وكاينه شركات اخرى ما كتستافدش وكاين فنانه اللي كيستافدوا كاين فنانه اخرى علاش كنا بحال بحال الان مثلا الا خديتي فنان هو الان يعني وهدف الاطار ديال الزياره اللي كنا بغينا نديروا للسي بن سعيد اللي كنت هضرت ليه عليها وقلت له بغيت الرونديفو كنت ماشي باش ناخذوا الفلوس ولا كنا بغينا نهضروا على جوج الحوايج تكلم عليهم هو اللي جا بهم الاول هو الصناعه الثقافيه اللي كيتكلم عليها حنا عندنا مشروع كبير ديال مدينه الاعلام اول مدينه الاعلام اللي غتكون 10 سنين وانا كنتخابط معها ولولا يعني المساعده والتزكيه ديال صاحب الجلاله ما كناش نوصلوا لهذا الشيء كنا بغينا نشوفوا مع الرؤيه ديالو كوزير ثقافه ونشوفوا اشنو نقدروا نديروا كيفاش نخدموا اونصومبل ومعايا مستثمرين كبار كانوا باغيين حتى هما يجلسوا معاه باش يعرفوا ان المشروع راه كاين وراه وزاره للاسف الشديد بقاو الناس كيتسناو 15 يوم 20 يوم شهر ما كاين لا جواب لا والو دازت شهر من بعد انا تفاجات ان واحد النهار كنقرا في الصحافه ان السيد الوزير كيستقبل فنانه اماراتيه من اصول يمنيه كتغني غنات شي اغنيه ولا شي واللي جات باش تفتح واحد المحل ديال التجميل وكنقرا في الصحيفه بانها عرضت عليه باش يحضر الحفل ديال التجميل ديال المحل ديال الافتتاح ديال المحل ديالها يعني ما هي مسرحيه ما هو فيلم ما هو ندوه صحفيه ما هي يعني اشياء تافهه فالفحق. فانا ماشي ضد انه يستقبل اللي بغى داك حقه والوزاره هو مسؤول عليها يعني يستقبل ولكن ما تخليش الفنان المغربي وتسبق الفنان الاجنبي راه ماشي هو اللي غادي يطور اسمه ومني هضرت مع احد المسؤولين اللي معاه قال لي لا سي سعيد هي حيت كانت لابسه القفطان المغربي وحنا بغينا نطوشوا دابا هذا التفسير ديال السي بريطل اللي معاه يعني باش نقول لك اللي مع السيد الوزير وهي بغات لانه المغرب باش البروموفوار لو ماروك وهذا واش المغرب بلد 12 قرن ديال الدوله بال 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 بالبآتر ديالو بالجمال ديالو بالتاريخ ديالو بالحضاره ديالو بالملوك ديالو محتاج للقفطان باش هو اللي غادي يبين المغرب المغرب محتاج للقفطان القفطان جزء بسيط راه الا خديتي السواني اللي كيتصاوبوا راه عندهم ربما اهميه اكثر من القفاطن يعني كان الجواب يعني ماشي في محله فهذا اللي بقى فيا انا وحزه في نفسي وماشي غير بوحدي واحد العداد ديال الفنانه وفي هذا الاطار هذا كنا بغينا نشوفوا لانه تكلم على واحد الحاجه ثانيه وواحد القضيه باش نبقاو معقولين وهذا انا غادي نوريك يعني قال لك هو نكر قال بانه ما كانش هاد الفنانه وما عمره شافها انا غادي نوريكم الارتيكل اللي كتبوا ها هو نجبدوه دابا ها هو سيدي هانس هذه هي هانس الا كنتو كتشوفوها هو السيد وزير استقبل الفنانه كذا ها الارتيكل ها لا دات ها كل شيء كاين حنا ما تنكذبوا على حتى واحد ها هو كاينه الصوره كاينه هي هنايا وهنا في الارتيكل راه كتكتب بانها طلبت منه انها هو هنايا كتطلب منه باش يحضر معها في الافتتاح ديال سميتو يعني ما جبت شي حاجه من عندي وقلتها حاشا من عند الله هذه حاجه وبقى فيا الحال ماشي ضد هذه الفكره انه يستقبل اللي بغى محقو ولا اي وزير يستقبل اللي بغى ولكن اعطي الاولويه لنا حنا اللي عندنا عمل جدي وعندنا حاجه مهمه كذلك الجانب الثاني اللي بغيت نشوفوا عليه هو الجانب ديال لا فونداسيون علاش لان بزاف الفنانات يعانيوا من هذه القضيه كاين اللي مسئين باغي يشوف الوزير على مساله حياه او موت وراه حنا شفنا التجارب اللي مرينا من بعض الناس اللي مروا منها الان مثلا عندنا برادي هو الان في السبيطار في الكلينيك ولادو ما عندهم حتى ريال حنا الفنانه كنجريو باش نجمعوا ليه هو براسو السيد الوزير انا مني جاو ليله نجوم الشاشه اللي كنا كنديروها باش كنجمعوا فيها واحد العمل شويه ديال الفلوس وتناخذوا فيها واحد لابارتومون لشي فنان في حاله يعني في حالته ما يمكنلوش ياخذ الدار وداك الشيء فهو كان جا وقال لك انا نكون معاكم وهذوك الفلوس اللي قال لك هو حطهم راه ما خديناهم حتى غفر لنا الله الذنوب يعني واخا انا معاكم اليوم غدا وعندي الدليل وعندي كل شيء الاوراق كل شيء والشكل اللي خدينا وسمعتوا يعني واحد المده كذلك بالنسبه لهاد لا فونداسيون الهدف ديالنا كنا اللي بغينا نديروه هو اننا نعاونوا هاد الفنانه كنا هاد لا فونداسيون بغينا حنا على في اطار ليله نجوم الشاشه لانه هو مني جا قال لك حنا هاد ليله نجوم الشاشه هادشي تيقولوا اترافيغ اما بالاس ام اس ما كنشوفوش حنا ولا اترافيغ الناس اللي خدامين عنده لي كونسيي ديالو وعلى راسهم السي بريطل لانه مخرج وصديق ديالنا وداك الشيء ملي كنهضر معاه تيقول لك سي سعيد شوف راه السيد الوزير راه قال لك ما كاين مشكل راه هذا يعني هو كيتحمل مسؤوليه واش بصح واش هذا
كنقول له ودي راه بغينا نجلسوا معاه نشرحوا له اشنو بغينا نديروا اشنو الهدف ديالنا. راه حنا بغينا الوضعيه ديال الفنان تهز، بغينا نكونوا حنا احسن فنانين في العالم، علاش لا، بغينا التلفزيون تحسن الوضعيه، الجمهور ما يبقاش غاضب علينا، يشوف الاعمال ديالنا، يشوف اعمال هادشي كله. هو كيقول لك واخا واخا راه غيشوفكم المده ديال اكثر من دابا راه ماشي 6 شهور، اكثر من 8 شهور من من ولكن الاهم شيء واللي صعيب بزاف واللي ضرنا في خاطرنا هو اننا اعطينا لادات لاننا غادي نديروا ليله النجوم على الصعيد الافريقي، وعلمنا منابر افريقيه باش تجي، وعلمنا تلفزيونات افريقيه اللي غتجي لمدينه الانوار اللي سيدنا سمى الرباط مدينه الانوار، وكنت غنديرها في الرباط، وبان الرباط سيدنا عطاها اسم ديال العاصمه الثقافيه ديال افريقيا، بغينا هي اللي تحتضن هذيك التظاهره. وجات في واحد الوقيته اللي جا فيها واحد البيدجي كبير ديال خاص بالاعمال الافريقيه، وهاد الفلوس ماشي ديالو، ما دخل لا في البيدجي ديال الوزاره ولا في هذه دول افريقيه اللي كتجمع داك الشيء وكتحطوا لسميتو، كاينه مساعده بطبيعه الحال من القصر الملكي، وكاين بزاف الحوايج اللي جا، وكانت واحد 8 مليار. فاحنا بغينا ندخلوا في هذاك الاطار ونديروا شي حاجه اللي غتحمر وجوهنا امام الافارقه، وكنا غادي نمشيو بواحد العمل خيري لواحد القريه في كوناكري اللي كانوا ما عندهمش الضوء، بغينا نديروا لهم الضوء، وبغينا نفرقوا على وليداتهم دي تليفون باش يوليو يتواصلوا مع الشباب المغربي. مشينا في فكره اللي عندها واحد البعد الانساني والسياسي حتى بالنسبه لبلادنا، وجه بلادنا، باش بغينا نمشيو على الخطوات ديال صاحب الجلاله. هذه هي الفكره اللي عندي انا، ما كنظنش كاين شي واحد غادي يبغي بلاده اكثر مني انا، ولا غيبغي ماليكو اكثر مني انا. ما انا 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 حاسس بهذه المساله. انا عندي الهم ديال ان الميدان الفني، انا كنقولها دائما، انا الحمد لله مستور وما خصني حتى شي خير، وعايش مزيان وكنخدم ونقدر ندير حفله في فرنسا واسمتو ندخل فلوس، ولكن اللي كيبقى فيا هما خوتي الاصدقاء ديالي اللي كبروا معايا واللي خدموا معايا واللي كانوا كنشوف بعد خطرت الحاله ديالهم تدهور ولا هذا، كيبقى فيا الحال. هذا الشيء هذا هو علاش بغيت نمشي نجلس مع السيد الوزير ونشرح له هذه المساله. ماشي راه اللي دق على باب السيد الوزير راه تيبغي الفلوس، هذا غلط. وبالنسبه لي انه الا ما كانش معترف بالعمل ديالي وما معترفش بي انا كفنان، فهذا من حقه يقدر يقولها، لان انا الحمد لله سعيد الناصري ربما نهار خديت انا الماجستير في اداره الاعمال من احد الكليات الامريكيه، ربما هو باقي ديك الساعه في الماتيرنال، باقي يعني كي باقي دري صغير ولا في الابتدائي ولا. ومن بعد مني درت انا وخويا ومراته كاع الشباب والوليدات كانوا كيتبعوا، لان ملي كان دري صغير غيكون تيتبع اذا كان كيتفرج التلفزيون المغربي. ومن بعد يعني كاين الحمد لله تاريخ هذا الفيلم الاخراني الان اللي داير ضجه، فعيب ان وزير الثقافه يجيب لك انا ما كنعرفوش، انا كنعرف سعيد الناصري الوداد، وانت ماشي وزير الرياضه، وزير الفن، وزير الثقافه، خص تكون. هذه هي المؤاخذات اللي بغيت نقول، والجواب اللي بغيت نجاوب السيد الوزير مع كامل احتراماتي، وبغيت نقول له باننا حنا راه نحب بلدنا ونحب وعندنا غيره عليه، وداك الشيء علاش كنتقلقوا تيبقى فينا الحال. اما اللي بغى يدير شي حاجه راه كيديرها، اللي بغى يخدم راه يخدم، اللي ما بغاش ما خصوش يواخذنا على ان لا حق انا بغيت نجاوب على هذا الشيء. لا، خصك تجاوب، خصك الا شتي شي واحد كيتسائل تقول علاش، لان غدا ملي غتبغي تقدم ثاني الانتخابات غادي ترجع لعند هاد الناس. انت شفتو واحد المره الخلفي اللي كان قبل مني مشى للحومه اللي كان فيها شنو داروا لي، ولاو كيقول لي سير فحالك اش جاي كدير، يعني لان ما لقاوش فيه داكشي اللي بغا يدير، دازت راه شافوها الناس في المواقع وشافوها. يعني الانسان تيخصو يعرف بانه غيدوز واحد الخمس سنين، وندوز 50 راه تاريخ، سي دي زيستوار كون بو راكونتي نو زونفون، نعاونهم لوليداتنا. انا كنفرح ملي كيسولني شي واحد تيقول، كنقول له راه درت هذا العمل ودرت هذا العمل ودرت هذا، هذه تاريخ كنعاودو انا لوليداتي، وهذا هو اللي خصنا نفكروا فيه. واي واحد تياخذ مسؤوليه في هذه البلاد تيخصو يفكر في هذه المساله هذه. فانا اقول للسيد الوزير الى انا بسلت عليك فانا اعتذر، ولكن راه ما تنقدرش نسكت، الا كانت شي حاجه كضرني ولا كضر اخواني الفنانه فانا باسمهم كنتكلم. وهذيك الجمعيه وديك المساعدات بغينا نديروها باش نتفاداو بزاف د الحوايج، ويثق بيا ان راه بعض الناس اللي كيطرقوا الباب ديالو ولا طرقوا الباب ديال شي مسؤول، بعض الاحيان كتبان لك انت مساله عاديه، ولكن بالنسبه لهذاك الفنان ولا ذاك الانسان ولا المواطن العادي، ملي كيدق واحد الباب راه كتقدر تكون هذيك المساله مساله حياه او موت بالنسبه ليه. الا ما عطيتيهش وقت وتسنتي ليه راه يقدر مسكين يمشي يدير شي حاجه في راسه ولا يدير شي حاله، وهذا الشيء اللي كيتكلم عليه الفيلم ديالي الاخير. يعني دائما تكون الاذن، لان اكبر مثل تنقولوا دائما، اكبر مثل هو المثل ديال سيدنا، ما يمكنش تحط ان دوموند في الديوان الملكي وما يجاوبوكش، ما يمكنش انه يسمع شي حاجه وما يكونش حاضر. واجمل صوره كنشوفها الان كتنقل ان سيدنا تيبوس راس واحد من الضحايا ديال واش كاين شي تواضع وشي محبه اكثر من هذه؟
فاحنا الا كنا واحد الوقت ولا دابا نيتو كنقبلوا له كتفو كنقبلوا واحتراما له فهو يقبل رؤوسنا. فعلاش هاد الناس ما يكونوش هكا؟ هذه راهي اخلاق وتربيه وهادشي اللي بغيت نوصل.